مشيات تغنوا معنا على الدانا ودان دانا ودانا حبايبنا ويانا سهرنا ويسهرنا الشوق وكل الهموم تنسانا. أهلا وسهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج مساء الخير يا شباب على قناتكم، زي ما انتم عارفين قناة فور شباب ما في شيء جديد. اليوم ان شاء الله حتكون حلقة شيقة ومفيدة كما عودناكم، وحتكون فقراتنا اليوم متنوعة كالعادة في مواضيع تهم الشباب والمجتمع بصفة عامة. وزي ما بنبدأ كل حلقة معاكم بشبابيات، اليوم عندنا خبرين. اول خبر اللي هو اول سوبر ماركت الكتروني في جدة باسم اندلسية، عبارة السوبر ماركت عبارة عن انه يقدم منتجات عن طريق الانترنت ولو مقر ايضا في جدة، والتوصيل عن طريق المنزل يعتبر مجاني ويعني اونلاين اكسبريس. اسم الموقع اندلسية اكسبريس. طبعا حسب المعلومات انه زوار الموقع تجاوز 500,000 شخص، وهذا الموقع من اول المتاجر في السعودية اللي يقدم او اول متاجر في منطقة الشرق الاوسط في السوبر ماركتات. طبعا يخدم ويقدم 11,000 سلعة هذا المتجر، وحيكون معنا اتصال مع مدير التنفيذ المتجر الأندلسية اسم الأستاذ زياد العلول. مساء الخير أستاذ زياد. مساء النور، وأهلا وسهلا فيك ولمشاهدينك الكرام. كيف الحال أستاذ زياد؟ الله يخليك. كيف جاءت فكرة المتجر؟ نعم، كيف جاءت فكرة المتجر الإلكتروني؟ والله جاءت أول شيء لأحل مشكلتي كمستثمر جديد في البلد، ومشكلتي بعاني منها كثير من الناس اللي في البلد هذه، زحمة المواصلات، انشغال. أستاذ زياد لا يكون انقطع الاتصال بس يا أستاذ زياد. طيب فقدنا الاتصال بأستاذ زياد. يعني أنا كنت حاب أستفسر معه عن كثير من المعلومات حول هذا المتجر، وكثير من الاستفسارات والتساؤلات اللي كنت يعني حاطها ومجهزها يعني ما هي موجودة، ما وجدت لها معلومات عن طريق الانترنت أو عن طريق موقعهم. بس إن شاء الله في حلقة من الحلقات الأخرى حيكون عندنا معلومات أكثر تفصيلية عن الـ وطبعا فقرة دردشة حتكون عن التجارة الإلكترونية وتنصب في نفس الموضوع. أعتقد أنه رجع معنا الأستاذ زياد. أستاذ زياد علون. نعم، أخي في انقطاع الخط. طيب أستاذ زياد، ممكن تكمل كلامك. انت حضرتك تفضلت انه كان في مشكله في المواصلات، هي مشكله كثير بيعاني منها الناس في البلد هذه. عندك الزحام شديد في المرور، الجو الحار، انشغال الرجل في العمل والزوجه في البيت مع صعوبه الحركه بوحدها وفي عدم يعني قيادتها للسيارات، فهذا يعني يجعل عمليه التسوق فعلا صعبه. طبعا عند البعض عندهم وقت كافي يذهب في المساء ولا في الجمعة أو في الإجازة ويتسوق، لكن كثير من الناس مشكلة التسوق مشكلة حقيقية لهم. فإحنا موضوع التسوق عبر الإنترنت هي تحل مشاكل الكثير من الناس، وإحنا وصلنا مئات من الرسائل الإلكترونية اللي الناس تبارك وتشكر وتحيي هذه الفكرة الجريئة، وهي تحدي في الواقع لأنه إحنا نخوض تجربة هي الأول من نوعها في المنطقة العربية وبالتحديد في السعودية وفي مدينة جدة. فالحمد لله البداية مبشرة، قبول الناس على هذه الفكرة مع تخوفهم في البداية كثقافة جديدة، لكن الناس الآن تعودت، والذي بدأ في عمل طلبية الأولى عبر الإنترنت الآن يعمل الثانية والثالثة والرابعة الحمد لله. طيب يا أستاذ زياد، يعني طبعا الشراء عن طريق موقعكم يتطلب التسجيل، كم عدد المسجلين حتى الآن؟ وأخي إحنا ليس سوبر ماركت فقط أونلاين نتسوق عبر الإنترنت، نحن سوبر ماركت حقيقي. تمام. فيه كل مواصفات السوبر ماركت اللي موجود في السعودية أو حتى في الغرب، يوفر العديد من المنتجات. بغض النظر يا أستاذ زياد عن المتجر الواقع الموجود على أرض الواقع، عدد المسجلين في الموقع كم وصل حتى الآن؟ يعني قريب 10,000 الآن. 10,000؟ في مدينة جدة. نعم. أي. ويوميا عندنا مسجلين جدد، لكن كما قلت نحن عندنا ميزات كثيرة. الأونلاين هي خدمة إضافية لزبائننا الكرام الذين يصعب عليهم المجيء للتسوق. طيب أستاذ زياد، أستاذ زياد، أنا لاحظت في تسجيل في الموقع أنه يشترط لازم يكون السن فوق 18 سنة، إيش السبب يا ترى؟ 18 سنة هو يعني إحنا نريد أن نضع وضع قانوني، يعني إحنا ما لا نريد طفل صغير أقل من 18 سنة
يعمل طلبية ويدفع عبر بطاقة إلكترونية، ثم القانون لا يعني لا تصير مشكلة في الدفع أو في استلام البضائع. فالسن 18 هو السن القانوني، يعني إنسان متشور يتحمل المسؤولية فقط، يعني ما عندنا اعتراض على أقل من هيك. فإحنا يعني طبعا في الشروط كثير من الشروط، يعني هو أحدها يعني 18 سنة، لكن عندنا مثلا بند حتى في الاتفاقية مع الزبائن إنه عنده 7 أيام بإمكانه إنه أي شيء ما يعجبه يرجعه. طب يعني استاذ زياد، احيانا استاذ زياد انا سالت بعض العملاء بيقولوا انه احيانا توصلهم المنتجات لبيوتهم لكن في بعضها يكون ناقصه، مو زي الطلبيه، يعني في نسيان في الموضوع. لا، هي احنا حصلت ممكن نحكي خلل في قبل اسبوعين، كما تعرف كانت حمله اعلاميه تتحدث عن اندلسيا اكسبريس في كل التلفزيونات العربيه والجرائد، هذا ضاعف عدد الطلبيات لدينا ب20 ضعف. فقدرتنا في ذلك في تلك الفترة استخدمنا يعني موظفين غير مدربين، ونحن اعتذرنا للناس وقمنا بتعويض من يعني لم تصلوا البضائع، والآن الأمور تعود إلى نصابها. لكن تغير في يومين ثلاثة 20 ضعف العدد الطبيعي لطلبياتنا. أستاذ زياد العلول، أستاذ زياد العلول مدير التنفيذي المتجر الأندلسي الإلكتروني، شكرا جزيلا لك. عندنا الخبر الثاني، زفت عريس، ولكن على مين؟ على كتاب. طبعا هذا خبر غريب، يعني احد الشباب كتب كتاب وطبعه وراح سوى زفه، هو الاستاذ ويس كتبي. طبعا استاذ ويس معنا على الخط. اي نعم، السلام عليكم. مساء الخير. مساء النور. ممكن تقول لنا من فين جاءت فكره الزفه نفسها، يعني ليش رحت سويت زفه مع الكتاب؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني فكرة الزفة هي جات نتيجة عصف ذهني مبسط. يعني أنا كنت مع صاحب لي اسمه معز الرماح، محمد صلاح الدين، اللي هو المخرج النهائي للزفافة أو حفلة الزفاف المزيد الكتاب. فكان بيسألني الكتاب إيش يعني لك. أنا فكرت كده اللي هو الشيء الوحيد اللي أنا دائما أوصف الكتاب بي إنه هو الابن الخالد، ابني الخالد المخلد يعني. فهو كان الابن الأول. من هنا جات يعني قال لي أنت إيش تبى تسوي للكتاب؟ فلأنه كتاب شمولي، يعني فيه 31 موضوع، شمولية ما لها فكرة بسيطة، هي فكرة شمولية في الأخص. فجات فكرة زفاف، ومن هنا بدأت فكرة الزفاف وتبلورت وتجسدت حسب فقراتها، ألين وصلت من الزفة والكيكة وجميع أمور الزفاف. يعني طبعا اترسمت لي الصورة النهائية انه انا حبيت انه يعني لما استلم الكتاب هذا ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى ازف من حشد من الملائكة. فهذه هي الصورة تبلورت زي كده، والحمد لله حصلت زي ما شفتها. غالبا الكتاب لما يصدروا كتب جديدة في السوق يسووا حفلات افتتاح او حفلات توقيع الكتاب، يعني هل ممكن يكون انه الزفة هذه برضو اخذت جانب تسويقي للكتاب؟ سبحان الله، يعني أنا يعني برضو سألت الله سبحانه وتعالى إنه أحتاج الانتقائية في الفكر يعني وفي الفكرة. فالحمد لله ربنا ألهمنا هذه الفكرة، وهي فكرة انتقائية. يعني أنا حضرت تدشين كتب أخرى، فسبحان الله إنه طيفها كان طيف جديد جدا يليق بالكتاب الحمد لله. طيب حضر الحفل أو حفل الزفاف في الكتاب بعض الشخصيات المهمة، إيش كان ردة فعلهم؟ إيش كان ردة فعلهم؟ أيوه والله هم كانوا جدا مبسوطين، يعني جدا سعيدين بالفكرة الحمد لله. وجاني الانطباع بعد كده انه قد ما كانت الفكرة رائعة، يعني الكتاب كان جدا بسيط والحمد لله جدا عميق. يعني انت حتقرأه مثلا ممكن في ساعة أو في ساعتين وتحس كأنك قرأته في سنة كاملة. فهذا الانطباع اللي وصلني لهم. وطبعا يعني سألوني إنه متى الكتاب الثاني ومتى حيكون كيف حيكون التدشين، فكان في تشوق يعني لل. طيب أستاذ ويس، يعني هل تأليف الكتاب يعني بسهولة بمكان إنه أي شاب يألف كتاب، خاصة إنك أنت خضت هذه التجربة؟ والله تأليف الكتاب هو حياة. فأنا أصلاً يعني الرسالة اللي كنت أوصلها من الكتاب من المزيد هي الحياة للإحياء. يعني بدأت مع نفسي يعني ومن نفسي مع الدكتور علي أبو الحسن، وكان الهدف الأول اللي هو النفس والذات. بعد كده تمت بلورة الكتابة على النفس الشمولية اللي احنا عشناها.
اللي هي مثلا اللي هي عقل وجسد وروح وكذا يعني بدأت الفكرة. وكم استغرق منك كتابة هذا الكتاب؟ الكتابة استغرقت شهر ونص. شهر ونص؟ رمضان الفات. شهر ونص فقط؟ أيوة نعم. كم صفحة يعني ما شاء الله شهر ونص خلصت فيها الكتاب؟ هو 31 موضوع. أنا بدأتها في رمضان فكنت يوما بيوم يعني كنت عايش الكتاب. أنا عايش حياة في يعني حياة أخرى في رمضان اللي هي كتابة الكتاب. فكان عبارة عن 31 موضوع شمولية يعني من مواضيع الحياة تتلمس الجانب اللي قلت لك عليها. وبس بس بعد كده التصميم والترجمة والخط والأشياء الجمالية في الكتاب أخذت فترة تقريبا ترتيب لمدة 6 أو 7 شهور. أستاذ ويس حضرتك متزوج؟ لا. طيب أول كتاب سويت له زفة، ثاني كتاب إيش حتسوي له؟ والله ثاني كتاب هو اسمه صحبة الطبيب. أيه. دكتور شيب. هذه عاد لازم أرسم لها لوحة يعني تخيلية ثانية لأنه هو تصور ثاني وحياة ثانية حعيشها. طيب إن شاء الله إن شاء الله نحضر زفافاتك كلها في الكتب إن شاء الله. أستاذ ويس خالد كتب مؤلف كتاب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا كانت هذه شبابيات، زي العادة ودناكم نجيب لكم أخبار تهم الشباب ومواقع الشباب. عندنا فقرة دردشة بعد شوية حتكون عن التجارة الإلكترونية مع عدة ضيوف، تابعونا بعد الفاصل. لا والله بصراحة لا. لا لا للأسف لا. لا بصراحة لا. بصراحة لا والله. لا برضو لأنه ما أحس إن زي ما أبيع الشخص وجه لوجه. أنا شيء هذا يعني مو مطمئن له، مو مطمئن لهذا الشيء. ممكن ليه لا؟ نفس السبب يعني أنا أروح أبيعها هنا أسهل لي بكثير يعني، ما إني ممكن أعرضها وفي ناس يشتري وناس تبغى تتطلب وأنت ما أنت عارف مين هو هذا ولا هو من جد صحيح ولا كذب ولا يعني تسويق وما تسويق ما في خبرة يعني خبرة ما في تسويق ما في. هو الأفضل إنك تشتري من السوق اللي تميل له يعني. لا ممكن توصل ولا ما توصل، ما أعرف إنه بتوصل ولا ما بتوصل في الوقت المحدد اللي أنا أبغاه، يمكن يسرقوني يمكن ما يسرقوني ما أعرف. هو العيب الكبير يعني اللي إنه إيش مثلاً اشتريت شيء ويصير إنهم نصبوك فيه مثلاً ياخذوا عليك الفلوس. هل تأخذ الشيء هذا؟ هل أنت واثق منه؟ هل تأخذ الشيء هذا عطلان؟ هل تأخذ ما حد منه ولا يمديك ترجعه وقتها؟ فهل الفلوس اللي بتدفعها بترجع لك؟ هل الفلوس اللي بتدفعها بتوصل؟ او لا هنا يحتاج امان يعني. هو نفس السعر اللي انا هشتريه من هنا انزل اشتريه ولا طول ياخذ له وقت والبضاعه لسه ما وصلت ومصاريف شحن وما ادري ايش، اسهل لي اجيبها من هنا. والله ابرز عيوبه يعني ما تضمن انه هل يوصلك بدري هل يوصلك هل يتاخر، تضمن انه يوصلك نفس المطلوب ويمكن يطلع شيء مختلف انت ما تبغى. هذه ابرز العيوب بالنسبه لي يعني. ممكن ما تجي اللي تناسبك هي، ممكن تلفت نظرك في الانترنت لما تشوفها غير كده يعني، وما توصلك في نفس الوقت المحدد اللي تبغاه. زي ما شفنا مشاهدينا التقرير يعني الواضح فيه انه الناس والشباب عازفين عن التجارة الإلكترونية. اليوم حنتعرف على التجارة الإلكترونية، هل هي فقط البيع والشراء عن طريق الانترنت او غير او اشمل ما تكون من هذه العملية؟ معنا الضيوف الاستاذ عبد العزيز حمزة والشباب حمزة رضوان وحسن باتي، شرفتونا اليوم. شرفنا فيك. استاذ حمزة عبد العزيز عفوا، ممكن تعرفنا عن التجارة الإلكترونية؟ ايش مفهوم التجارة الإلكترونية؟ التعريفات للتجارة الإلكترونية كثير، ما لها تعريف ثابت، لها عدة تعريفات، لكن بكل بساطة نقدر نقول انه هي التجارة التقليدية لكن من خلال قنوات إلكترونية. يعني هناك تاجر، سوق، سلعة، عميل، لكن اللي يختلف انه عن طريق قنوات إلكترونية. المشهور منها هو قناة الإنترنت. الآن في قنوات إلكترونية مختلفة عن الإنترنت، ممكن اللي هو لو الاعتمادات والضمانات البنكية القديمة كانت تعتبر من التجارات الإلكترونية القديمة أو أقدم أنواع التجارات الإلكترونية. مع دخول الإنترنت أصبحت التجارة الإلكترونية لها مفهوم آخر اللي هو مفهوم التجارة الإلكترونية عن طريق الإنترنت. وهل بالضروره ان يكون عمليه شراء وبيع عن طريق موقع واحد ولا لا التجاره الالكترونيه اشمل من تكون بهذه العمليه؟ التجاره الالكترونيه اشمل من كده يعني، ما هي عن طريق موقع. التجاره الالكترونيه لدرجه انه مو شرط تكون في السلع حتى، يعني قد يكون بعض الناس يعتقدوا بمفهوم تقليدي انه هي عن طريق سلع الكترونيه فقط.
هي لا هي أشمل من كده بكثير. إنه التجارة الإلكترونية على سبيل المثال إنك أنت تقدر خدمات البنكية تعتبر تجارة إلكترونية، خدمات البنكية الاستثمارية تعتبر تجارة إلكترونية. كل ما في إنتر أكشن أو تفاعلية ما بين عميل تاجر سوق وعن طريق قناة إلكترونية هو يعتبر تجارة إلكترونية. هذا المفهوم العام للتجارة الإلكترونية. جميل جدا. طب احب بس انوه لجمهورنا انه بامكانكم الاتصال والمشاركه على الارقام اللي راح تظهر لكم على الشاشه تباعا. طيب استاذ، يعني هل في انواع للتجاره الالكترونيه واللي هي نوع واحد؟ بسبب تعدد التعريفات للتجاره الالكترونيه من دول العربيه الاخرى التصنيفات كمان مختلفه. يعني التجاره الالكترونيه في، انا قرات في بعض الكتب انه التجاره الالكترونيه تنقسم لثلاث اقسام: التجاره التقليديه بمفهوم التقليدي المعروف لا يدخل فيه الإلكترونية، التجارة الإلكترونية في حاجة يسموها التجارة الإلكترونية الفعلية والتجارة الإلكترونية الجزئية. الفرق ما بين التصنيفين هذول، وهذا يمكن الأشهر، إنه لما تكون السلعة إلكترونية اكتملت هنا تجارة إلكترونية فعلية. إذا اشتريت سلعة إلكترونية الآن، لكن أنت بتخوض التجارة الإلكترونية في شراء وبيع، لكن السلعة سلعة زي مثلا الكوب اللي أمامك تحتاج لها توصيل. أيوه توصيل. هذه يسموها تجارة إلكترونية جزئية، ما هي متكاملة وفعلية. غير لما تيجي تدخل على الإنترنت وتشتري مثلا برنامج، هنا السلعة أصبحت إلكترونية، هذه يسموها تجارة إلكترونية الفعلية أو المكتملة. فهذول التصنيفين أنا يعني أنا أقرب لهم في التجارة الإلكترونية. الآن في تصنيفات مرة كتير لكن غير ثابتة. يعني في بعضهم يعتبروا زي ما قلت لك الاعتمادات والضمانات البنكية نوع من أنواع التجارة الإلكترونية. أنت بتفتح اعتماد في حساب بيروح إلكتروني، في الوثائق البنكية إلكترونية عادة بتصير بتوصل للتاجر بيفسح البضاعة بتترسل، هذه كلها تعتبر بروسيس للتجارة الإلكترونية. بس تصنيفاتها كثير، بس إنه ما في شيء ثابت في الكتب التعريفية عادة. طب برأيك إيش أكثر المنتجات اللي هي رائجة في السوق الإلكتروني أو المتاجر الإلكترونية؟ أكثر شيء اللي هي السلعة الإلكترونية. أكثر شيء سلعة الإلكترونية. نعم، يعني اللي هو مثلاً بيدخل بيشتري برنامج، بيشتري من ضمنها الجيمز الألعاب، إلى أن تصل إلى الأجهزة الإلكترونية. الآن فكرة التجارة الإلكترونية اللي هي مثلاً في السوبر ماركتات، في السلع العينية، هذه تعتبر جديدة نوعاً ما، لكن المتعارف عليه والأكثر يعني مشاع بين الناس هو السلع الإلكترونية. إنه بيشتري يا إما سلع إلكترونية يشتري برنامج إلكتروني. فهذه عادة الاثنين يعتبروا سلع إلكترونية. جميل. أنتقل للشباب. حمزة، أنت ما شاء الله عندك يعني مشروع، ممكن تكلمنا عنه؟ مشروع باختصار هو ميني برجر. ميني برجر. حبينا نعطي خيار جديد للناس، تعرف في الحفلات أو في العزائم وفي الأشياء هذه كثير اللي بيقدموا أصناف تقليدية، يعني بيغير بالشوية في المنظر لكن نفس الطعم بيكون نفسه، يعني ما بيختلف شيء من ناحية معجنات الجبنة واللبنة والأشياء هذه. فحبينا نعطيهم شيء جديد، عملنا بنفس حجم المعجنات العادية هذا، عملنا برجرز وهوت دوغز وفلافل وأشياء زي كده. بتكون فكرتها أنه بتكون بشكل صحي. بغض النظر عفواً عن المنتج نفسه، على العملية نفسها كيف تتم الشراء والبيع؟ طبعاً بيتم، إحنا طبعاً موقعنا دائماً ما عندنا موقع، شغلنا من البيت منزلي. بيدخلوا الزبائن، بيدخلوا على الصفحة عندنا في الفيسبوك، بيشوفوا الصور، بيشوفوا طبعاً حاطين لهم الأسعار، حاطين لهم الصور وطريقة التوصيل، بتكون عن طريق التليفون بيتصلوا فينا أو عن طريق الفيسبوك نفسه، بيرسلوا مسج بالأوردر حقهم، بيعطونا تفاصيل إيش الأشياء اللي يحتاجوها، الوقت اللي يحتاجوه، الساعة كم، وقت الطلبية. بنتواصل معهم في المواضيع هذه، ودائما بتكون في تفاصيل هذه يعني بسيطة كلها. يعني الطريقة تكون إنه صفحة في الفيسبوك وفي رقم جوال بالفعل بيتصل عليكم، بياخذ وبيقدر بيطلب الطلبية نفسها وتوصل. بالفعل إحنا حاطين يعني كل التفاصيل موجودة في في الموقع. من ناحية الكميات اللي يحتاجوها كليمت أوردر، يعني تفاصيل من ناحية الحجم والأشياء هذه. أستاذ عبد العزيز، هل تعتبر تجارة إلكترونية صورة من صورة تجارة إلكترونية ولا فيها صورة يعني عملية ناقصة؟ لأنه هو بيتفضل وقال إنه هم صفحتهم صفحة على الفيسبوك حاطين رقم، ولكن حاطين الصور والتصنيفات الأسعار كلها في الموقع في صفحتهم على الفيسبوك. تعلم التواصل الإلكتروني عن طريق الإنترنت هو هذه تعتبر تجارة إلكترونية. اللي قاله الأخ حمزة هو يعتبر من التجارة الإلكترونية. والسلعة سلعة اللي هي سلعة ملموسة تانجب، فاحنا نقول جزئية اللي هي التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية اللي هي الجزئية. نعم. جميل. بس كصفة نعم هي تجارة إلكترونية. جميل.
حسن، انت عندك مشروع في طور التاسيس لكن الموقع ما زال موجود لكنه برضه في طور التاسيس والتشغيل، ممكن تكلمنا بس فكره مبسطه عن المشروع؟ عندي الموقع باختصار، انا كانت لي سنتين تقريبا حاب ادخل مجال الانترنت ولي اعمال موجوده غير الانترنت. كان لي في شعبان كان عندي فرصه اني ابدا عمل تجاري بمناسبه اجازه الصيف، طبعا انا طالب جامعي، عندي كم فكرة بدأت أقيمها، ولكن الفكرة الأساسية كانت افراح معلومات دقيقه مفصله عن طريق اسئله واجوبه، بتلاقي صور للقاعات، بعض القاعات موفرت لنا فيديو، اعرض فيديو لنفس القاعه، يعني بدل ما تكون انت تلف بنفسك على مثلا 10 قاعات وتكون المفاضله صعبه، تدخل الموقع تشوف العشرة هذه كلها على الموقع، تختار انسب 3 مثلا قاعات ليك وتبدا تزورها شخصيا. طيب لو واحد بيحجز قاعة ما تكون عن طريق الموقع ولا هو طبعا ان شاء الله مستقبليا لانه يبغى لها تنسيق اكثر مع الشركات، ولكن حاليا الموقع ما بدا، زي ما قلت لك احنا حبينا نشارك في معرض شباب الاعمال فشفنا ايش الجزء اللي انتهى عرضناه على اساس يكون توضيح للفكره العامه، ولكن خلال شهر باذن الله حتكون الفكره كامله موجوده والموقع شغال وفي اكثر في حجوزات وفي اكثر. يعني انت تطمح انه يكون عن طريق الموقع في حجوزات تتم ان شاء الله؟ طبعا حسب رغبه القاعات، مو اي قاعه ولا اي شركه حتوافق، ولكن من الان بيتم الاتفاق مع بعض القاعات المشاركه انه يكون في حجز عن طريق الموقع ان شاء الله. استاذ عبد العزيز، كيف تقيم مواقع التجاره الالكترونيه خاصه في عالمنا، العالم ممكن الثالث او الشرق الاوسط او العالم العربي او الخليج؟ يعني مع الأسف الشديد التجارة الإلكترونية عندنا متراجعة عن خلينا نقول التصنيفات اللي انت اطلقتها عن العالم الأول. حسب المعلومة اللي عندي انه 30% مثلا من نسبة اللي بيتعاملوا عن طريق الانترنت في السعودية، يعني هذه النسبة كمعلومة جاتني، 30% يعتبر نسبة كبيرة. لكن مع ذلك النسبة هذه تلاحظ 30% جوتها نسبة أعلى حاطة جهدها في الإنترنت في أشياء تانية. عفواً، يعني 30% هذول اللي بيمارسوا التجارة الإلكترونية؟ لا، هذول اللي بيدخلوا على الإنترنت. اللي بيدخلوا على النت. 30% من مجموعة الشعب. اللي مستخدمين للإنترنت. أيوة، الحين هذه المعلومة أنا ما هي معلومة موثقة، بس إنه 30 في خلينا نقول 30%. تمام. الآن في 30% هذه أعتقد في 70% 80% منهم متوجهين في الانترنت في اشياء معينه. خلينا نقول انه فيسبوك، تويتر، ماسنجر، شبكات اجتماعيه، شبكات اجتماعيه والمدونات مثلا. وجزء بسيط منهم الملتفت لهذا الجزء من الانترنت اللي هو التجاره الالكترونيه. الشباب ما شاء الله عليهم مشاريع متميزه جدا. لو الكل يلتفت للتجاره الالكترونيه، الان الناس تحسب ان التجاره الالكترونيه انه انا بدور على هدف مادي. أيوة. قد يكون ما فيها ربح. صحيح. قد تكون انبروفيتبل زي الجمعيات الخيريه، انا بقدم خدمه وبعمل ترافيك على السايت حقي، يعني السايت حقي لما يكون يوصل مثلا في اخر السنه انه داخله 2-3 مليون، هذا على مستوى الانترنت هو هذا الانكم الفعلي. هذه هي الماديه اللي انت تدور عليها. انه يكون عندك ترافيك. الان جزئيه الماده والانكم كفلوس ما يمنع، إذا أنت بتقدم خدمة مقابل مال هذا شيء ما يمنع، لكن المشاريع التجارة الإلكترونية أفكار مهولة. إحنا ما إحنا مستغلين من الإنترنت إلا جزئية بسيطة زي ما قلت لك، تنحصر في سوشيال نتورك وبلوجينج وأشياء زي كده. يعني من ضمن الأفكار، أنتوا اليوم كنتوا بتزيعوا عن سوبر ماركت إلكتروني، فكرة جميلة وجدا رائعة. في ناس تقول لك طيب هذا حيساعد على كسل الناس، ما حتروح بنفسها ويجلس في البيت. العملية ما هي كده. هذا العكس. أيوه. الفكرة ما هي كده أبدا. أنا بأستغل تقنية وبأستخدم هذه التقنية في صالحي. وبحاول إني في المجتمع
يعني بأمارس هذا النوع من التقنية كحرية، يعني الآن التقنية أصبحت حرية. جميل. نرجع للأسباب اللي هي تخلي المستخدمين يعزف عن التجارة الإلكترونية، ولكن أول شيء نأخذ اتصال معنا عمر من السعودية. مساء الخير عمر. مساك بالخير أستاذ فؤاد. أهلا وسهلا. أمسي عليك بالخير وضيف الكريم أستاذ عبد العزيز. تفضل يعطيك العافية. والإخوان الحضور. بالنسبة أنا عندي سؤال بخصوص كيف ممكن أقدر أستفيد من المنتديات الإلكترونية بالتجارة الإلكترونية. جميل. شكرا شكرا جزيلا لك. طيب يعني هو كان بسؤاله انه كيف يستفيد منتديات الالكترونيه في التجاره الالكترونيه، ما ادري هل الموضوع المنتديات الالكترونيه في التجاره الالكترونيه يبغى يسخر المنتدى الالكتروني للتجاره الالكترونيه، هل من الممكن ذلك؟ الان في منتديات على حسب علمي الاشياء اللي انا شفتها يكون منتدى اللي هو المنتدى العادي التقليدي اللي احنا نعرفه، وكان في منتدى انا افتكره كان عامل صفحه للبيع والشراء، الاشياء عندك مستعمله كاجهزه الكترونيه تعرضها وتبيعها للي يرغب، وتحط صورتها، يجي واحد عملية مساومات، يجي واحد تاني مثلا بده يشتري، في واحد بيطلب حاجة معينة بيحط الريكوست حقه، أنا طالب والله مثلا جوال معين بالمواصفات المعينة يكون مستعمل، يكون السعر حقه من الرينج كده لكده، هذا سوق يعتبر سوق تجاري إلكتروني. في حاجة أنا كنت بدي أركز عليها كنت قبل الهوى بفكر فيها، التاجر التقليدي خلينا نقول مخبز عيش وهو بيبيع للعميل قرص العيش ده، السوق حقه هو الحي اللي هو فيه. تخيل التجارة الإلكترونية الميزة حقتها إنه عندك عدة أسواق ما عندك سوق واحد، وكأن وبقيمة سوق واحدة تكلفة، يعني هذاك عشان يوصل العيش للحي اللي عنده حيتكلف. صحيح. التجارة الإلكترونية عندك عدة أسواق بتكلفة سوق واحد، يعني حتى على الجانب التكاليف هي أقل بكثير من التجارة التقليدية. صحيح. فما بتكلفك حاجة، سوقك انترناشونال يعتبر. الآن ممكن واحد جالس في أمريكا مثلا لقى حاجة معينة في هذا المنتدى اللي بيتكلم عليه الأخ عمر، مثلا لو أنه منتدى في صفحة تجارية لبيع جوال يقدر يشتريه وهو يوصل له، هي عملية التوصيل وعملية الشحن والأشياء دي عادة بتكون مرتبة محاسبيا من قبل، تكون تكاليفها على الشخص اللي هو الشاري الشاحن حاجة زي كده. فشوف السوق حقك globally internationally وما في أي كوست. جميل. معنا عماد من السعودية. مساء الخير عماد. عماد عماد يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك عماد دغريبي من السعودية. شرفنا تفضل. بس عندي سؤال بسيط بالنسبة لبراءات الاختراع. الآن في طرق تسويق لبراءات الاختراع عن طريق اللي هو التواصل مع الشركات. طرق تسويق. ممكن تكون هناك تسويق لبراءات الاختراع عن طريق التجارة الإلكترونية كتجارة إلكترونية. يعني سؤالك إنه هل من الممكن يكون في تسويق لبراءات الاختراع عن طريق؟ ممكن أحدهم يحط براءات اختراع وديسكريبشن بسيط عنها. أساس يبيعها للشركات مثلاً. اي نعم، يعني موقع بسيط يكون فيه بنك لبراءات الاختراع الموجوده الغير مباعه ويكون فيها تجاره الكترونيه تسويقها تجاره الكترونيه. طيب عندك اي اتصال اخر استاذ عماد؟ يعطيك العافيه. هو بيتكلم عن براءات الاختراع وعرضها في النت، هل من ممكن في خلفيه ان الواحد يعرض براءه؟ فكره مميزه. مشكلتنا براءات الاختراع في العالم العربي انه احنا عندنا شباب مقتنعين ومن ابدع ما يمكن. صحيح. وكل يوم تشوفهم في التلفزيون وتقرا عنهم في الجرايد انه هذا اخترع وفلان عمل وفلان عمل. بعد فتره ما تسمع عنه أي شيء، لا هو ولا براءة اختراع، ما استثمر، فين راح فين اختفى ما تدري. طب أنا هذا لازم يجي له شخص يستثمر في براءة اختراع، لازم إنه هو يموله تمويل مادي عشان ينجح. يعني هو الراجل ما تعب عمل براءة اختراع عشان يحطها في الدرج في الأخير. صحيح. الآن الفكرة اللي بيقولها الأخ عماد فكرة جدا مميزة، لنفترض إن أنا عندي موقع حطيت فيه كل براءات الاختراع حق الشباب بنبزة، كل واحد من اللي اخترعوا هذه الأشياء حط النبزة الخاصة به وحط الكونتاكت حقته اسمه everything، وعرضت هذا الموقع بصورة احترافية بشكل مرتب، يعني صرفت عليه شوية. أيه. عارف؟ أيه. وانعرض على مستوى العالم. الآن صاحب الاختراع هذا خليه يخرج من أنه بيعرض على رجال الأعمال اللي في منطقته وينتقل عالميا، يجي له واحد من برا انترناشونال ممكن يجي يقول له أنا مستعد أخذك وأتبنى اختراعك وأصرف عليه. هذه فكرة جدا مميزة. طيب ما تعتبر ممكن أحيانا التجارة الإلكترونية فيها سرقة الأفكار، سرقة بعض الأفكار؟ يعني هذه مثال ممكن تحدث فيه له سرقة لفكرة الاختراع. أنا في الموضوع ده يوميا، أنا عندي شركة تقنية. أنا دائما أقول للشباب اللي عندي في الشركة أقول لهم إنه الأفكار التقنية زي الفيروس اللي في الجو. أيه.
يعني انت جالس في كافيه تتكلم مع واحد بينك وبينه على فكره اللي وراك سمعها، ثاني يوم حتروح تشوفها. هذه يعني ايربون. الان بس انا ما اعتبرها سرقه، يعني ما بدي اوصل لهذا المبالغه والتضخيم في الامر. عندك فكره سويها، حتجلس تتكلم بيها هنا وهنا وهنا، لا تلومنا الا نفسك. جميل جدا حمزه. فكرتك في اللي هي انك تسوق المنتج اللي بتقدموه، انت طبعا انتوا بتسوي المنتج نفسه وبتوزعوه وتوصلوه عن طريق الناس. هل انت الفكره هذه اخذتها من مشروع شفته سابقا بنفس الفكره، وهل في احد برضه تشوفه بيعمل نفس الفكره سواء قلدك او موجود على السوق؟ الفكره لا ما اخذتها من احد صراحه. الفكره يعني زي ما اقول من بنات افكاري. جميل. لكن صحيح في ناس بدأوا يعملوا نفس الاشياء تقريبا، ولكن ما قدروا يوصلوا نفس الفكره بشكل كبير، لانه احنا اعتمادنا ذاتي، يعني حتى اشياء لما بنعملها بنعملها كلها بشكل ذاتي، خبز بنعمله في البيت والاشياء هذه. ف يعني صعب انه يقلدوا بشكل 100%. كيف الاقبال، كيف الاقبال على الجروب عندكم في الفيسبوك والشراء اصلا، الاتصالات اللي بتجيكم؟ والله احنا واجهنا في البدايه صعوبه، تعرف انه التجاره الالكترونيه تختلف عن انه يكون محل في الشارع في حاجه معينه. في الشارع ممكن واحد بيعدي بسيارته ويشوف المحل بيخش يقول خليني اجرب، يعني هو اللي بيجيك. التجاره الالكترونيه انت بتروح للمسؤول نفسه بتقول له انا موجود هنا، تعال شوف الشيء هذا ما اعرف ايش، هذه صعوبه بتواجهها. طب انا ملاحظ انك جايب منيو معك. نعم، هذا البروشور حقنا. طيب ممكن نشوفه؟ تفضل. طب ايش انتم طبعا بتعرضوا الاسعار هذه، طب التوصيل هل لها اسعار؟ لا، التوصيل بيكون مجاني. أيه. طبعا احنا طبعا موجودين في شمال جده. تمام. بنعمل الاماكن البعيده عننا في جده بنعمل لهم فقط ليميت، الحد ادنى للطلبيه. طب والقريبين برضه ولا ما لهم؟ القريبيه لا ما لهم ان شاء الله 30 يعني. يعني مثلا ميني برجر اوكي ب 2 ريال مصر. واحد برضه موجود في نفس الحي هتوصلوه ب 2 ريال وهتقول له لازم تطلب 30 ريال. هو عموما حبه واحده ما حتكفي اكيد. أيه. يعني ولكن ما في مشكله، القريبين مننا ما بنطلب منهم طلبات كثيره عادي، يعني بنكون معهم فليكسبل زي ما نقول، مرنين. وهذه فهمت توزع يعني انت بتطبعها وما في مقر؟ لا احنا هذه طبعناها طبعا لما اشتركنا في معرض شباب الاعمال. تعرف ان ما شاء الله كان الحشد كبير. ايوه، فهذه كانت فكره تسويقيه. كانت فكره تسويقيه على اساس نقول لهم احنا موجودين هنا لو تبغوا تاخذوا فكره اكبر. طبعا كان موجود يعني البرجرز والاشياء هذه، فكان بنعطي لهم هي ياخذها مع البيت على اساس نقدر، حتى كان فيها الموقع حقنا وفيها الرقم. اليوم كم اتصال بيجيكم تقريبا يوميا، او كم طلبيه يوميا او في الاسبوع؟ يعني ما اعرف كم العدد. والله يوميا يتراوح ما بين 2 إلى 3. ايوه. طبعا تكثر في الويكند اكيد، يعني تعرف الويكند حفلات اكثر وجامعات شباب وجامعات بنات، يعني احنا مستهدفين جميع الفئات من كبار الى اطفال الى سيدات. جميل. جميع الفئات. جميل. طيب حسن، هل تتوقع ان فكرتك، يعني انت بتخطط الان للفكره وبتحاول بتتم الموضوع، بتعقد حسب ما قلت لي قبل البرنامج انه في تعاقدات بينك وبين بعض الشركات والفنادق؟ صحيح. هل تعتقد ان الفكره هذه ممكن حتكون ناجحه، واصلا المجتمع اللي يبحث عن سواء الافراح تنظيم افراح حيتجه لهذه الفكره؟ لانه بعض الناس مثلا يبغى يروح فرح بيشوفها بعينه، ما بيشوف صور، بيشوف القاعه بعينه، بيشوف يعاينها بنفسه. هل تعتقد ان الفكره هذه حتنجح؟ طبعا احنا كثير من الشركات لما عرضنا عليهم الفكره وجدنا منهم اقبال كبير. في معرض ملتقى شباب الاعمال شاركنا فيه، وزي ما تقول شفنا نبض الشارع، شفنا الناس ايش يبغوا، ففي ناس مره كثير برضو تحمسوا للفكره. زي ما بقول لك انا طبعا ما حيكون كله عن طريقي، زي ما قلت لك انا بوفر عليك مثلا 50-60% من الجهد. طبيعي انا لما بحجز قاعه ممكن اروح اشوفها، ولكن زي ما قلت لك بدل ما تلف على مثلا 10 قاعات بتشوفها صورها وتفاصيلها كاملة، وبعد كده بتختار مثلا أفضل 2 أفضل 3 حسب اختياراتك أو حسب الشيء اللي يناسبك، وبعد كده ممكن تحجز من الموقع إذا توفر أو من نفس الإدارة القاعة نفسها. جميل. طيب معانا الأستاذ شهيد الأمين استشاري تسويق. مساء الخير أستاذ شهيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية يا رب. طيب أستاذ شهيد. ايوه كده. استاذ شهيد الامين ولا استاذ شهيد؟ شهيد الامين معك. اهلا وسهلا استاذ شهيد الامين. انا ابغى اسالك ايش الاسباب، او اذا كنت ترى بنفس الراي انه في عزوف عن التجاره الالكترونيه في عالمنا، يعني ايش الاسباب برايك؟ والله هي الاسباب بالنسبه لعمليه العزوف عن التجاره الالكترونيه، يعني اول حاجه هي قضيه الثقافه، يعني قضيه الفكره والثقافه عندنا احنا العربيه، انه مثلا هل هو الانترنت هذا او اني انا اشتري من الانترنت، هل هذا الشيء يعني في مصداقيه ما في مصداقيه. الناحيه الثانيه اللي برضه
اللي هي برضو المهمة، يعني قضية الناحية المالية. يعني أنا مثلا أجي أنا الآن أدخل على النت وأشتري وكذا، أول شيء أنا ناحية رصد قيمة مفقودة عندي، ثاني حاجة إني أنا هذه فلوس أنا جالس أبغى أدفعها، كيف أنا يعني أعرف إني أنا مثلا حاخد شيء مقابل الشيء اللي أنا دفعته؟ طيب كيف أسترد فلوسي؟ إيش مدى الأمان في عملية الدفع هذه اللي هي بتحصل؟ يعني هذه ناحية جدا مهمة، غير إنه إحنا ما تعودنا على قضية إني مثلا أنا أشتري بناء على الصورة. يعني إحنا في أرض الواقع في بعض السياسات ناقصة اللي هي تحميني أنا كعميل إني أنا أشتري منك من خلال النت. يعني طب أنا لو أنت مثلا ما كان عندك فيها مصداقية، أنا بتعامل مع قضاء النت، أنا كيف أستطيع إني أنا أتحاسب معاك؟ كيف إني أنا يعني ما في يعني برأيك إن هي الفكرة فكرة العائق عائق ثقافي أكثر من إنه يكون تقني؟ التقني في عليه جزئيه، بس قبل اني اوصل للتقني انا لازم الناس يكون عندهم اصلا الثقافه هذه، اني انا انشر بينهم ثقافه التجاره الالكترونيه، انه انت تقدر تدخل على النت الان وتروح تقول والله انا ابغى اشتري الشيء الفلاني. طيب بس ايش يدريني انه الصوره مطابقه للواقع مثلا؟ ايش يدريني بمصداقيتك؟ مين الجهه اللي هي تقول والله هذا الراجل او هذا ابروفد يعني مثلا انه هو ما هو نصاب مثلا؟ استاذ شهيد، استاذ شهيد، بما انك استشاري التسويق، ما ترى انه التجاره الالكترونيه بعض المنتجات الملموسه هي تفقد متعه التسوق؟ لانه احيانا متعه التسوق لها جانب تسويقي، فهل التجاره الالكترونيه تفقد يعني العنصر هذا مفقود فيها، ولا تشوف انه الموضوع هو ما قضيت انه تفقد، لكن احنا عندنا في الان التسويق، يعني عندي انا خلينا نقول مثلا التسويق التقليدي القديم والتسويق الان الحديث اللي هو يعني الاي كوميرشال هذا الجديد. فانا الان انا ممكن ادمج بين الاثنين مع بعض ويصير مكمل بالنسبه للواقع. يعني يكون انا عندي تسويق التقليدي القديم مثلا، ممكن اجي انا الان كمرحله انا بتكلم اني انا مثلا اطبق التسويق الالكتروني واعمل تجاره الكترونيه، وبعد كده انا لما الناس تصير عندهم هذه الثقافه ويبدا ينتشر عندهم هذه الفكره، يصير عندهم ناحيه الامان، يصير عندي كمان تقنيه تدعمني انا كشخص اعمل تجاره الكترونيه، اقدر انتقل للمرحله الثانيه. يعني احنا محتاجين مراحل عشان نوصل انه احنا المرحله اني ادخل انا بكل ثقه واشتري المنتج واخذ الشيء اللي انا ابغاه. استاذ شهيد الامين، شكرا جزيلا لك على المعلومات والقيمه. استاذ عبد العزيز، هو تطرق لنقطه اللي هي في الاسباب عزوف الناس على ايش رايك في هو تطرق لبعض النقاط اللي هي الثقافيه؟ نعم، هي العائقين الاساسيين العائق التوعوي والعائق التقني. التجاره الالكترونيه تحتاج الى بنيه تحتيه تقنيه عاليه، عشان انا اسوي موقع واتكلف في خدمه الاخرين لازم يكون عندي بنيه تحتيه تقنيه كامله متكامله يعتمد عليها الاثنين، كصاحب الموقع او صاحب التجاره الالكترونيه والعميل في نفس الوقت. ما ينفع ان انا ابني على بنيه تحتيه غير قويه، يعني ما هي قويه، تضر بتجارتي، حتضر بهذا المنتج حقي، لا سيما انه المنتج حقي انا منتج الكتروني او انا ببيعه عن طريق موقع الكتروني. فلازم تكون مثلا الانترنت سريعه، لازم يكون ما فيها مثلا دي اس ال يكون شغال 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، ما يكون في اي قطع لهذا الاتصال. عمليه في حاجه ثانيه بالنسبه للتقنيه، بالنسبه للتاجر لازم يكون عنده السيستم الفعال اللي يستوعب العدد والكم الهائل من العملاء اللي هو بيطلبه. يعني ما يجي مثلا يفتح الباب للسوبر ماركت الالكتروني وفجاه يلاقي عنده نص مليون مشترك ولا 100,000 مشترك وما يستوعب لا سيرفر يشيل ولا اي حاجه، وبعدين يقدم اعتذارات وبعدين في الاخير حنلاقيه اختفى. ايوه، وصار قبل كده في برضه متجر الكتروني، كنت بتكلم مع الاخوان قبل تقريبا 6 سنوات 7 سنوات، هو اول متجر الكتروني على فكره كان، وفجاه اختفى بسبب انه كانت بضاعته بتيجي فيها اخطاء، بسبب انه كان برضه تحميل الكتروني والتقنيه كان عنده عوائق كثير. كان في عنده عوائق. الان العائق الاساسي اللي انا اشوفه هو الاساس المشكله، هو العائق التوعوي هذا. الناس ما عندها كونفيدنس. لو تفتكر معي ونرجع للخلف شويه، ايام ما بدات الاي تي امز والصراف الالي كانت الناس ما تستخدم. صحيح، يحط البطاقه، لا ما احط بطاقه، تروح فلوسي. وفعلا حصلت كم انسيدنت خلت الناس كمان تزيد انها تكره الصراف. لكن ايش اللي فرض الصراف الان؟ الامر الواقع. صحيح، خلاص الان لازم انت بتسافر، التوعية حقت السفر والتوعية حقت انه الترند حق التقنية اللي كل ماله كيرف اب في العالي بيطلع وبنوصل معه، نجبر الان التوعية. يعني احيانا ما نحتاج توعية،
احنا مجبرين ان احنا نمشي مع بس استاذ عبد العزيز مع الموجه. يعني احيانا في احصائيات بتدل على السرقات اللي تتم عن طريق الانترنت عاليه الاحصائيات هذه، فهذا برضو يعطي جانب يعني مخيف. انا اشوف سرقات الدكاكين في الليل اعلى من سرقات الانترنت اللي انا بقراها في الجريده من سرقات بتصير اعلى من الانترنت بكثير، فهذه تخوف اكثر. الان موضوع السرقات هذا والاختلاسات عمليات، هو اكثر شيء على فكره مو اختلاسات وسرقات قد ما هي عمليات نصب وهذا الاكثر. الان هذا موجود وحيفضل موجود على طول. زي ما يقولوا اللي هو خط السكيورتي والرقابه في اتجاه، في نفس الخط هذا المختلسين والنصابين مع بعض ماشيين، زي الفيروس والانتي فيروس. هذول يخترعوا فيروسات وهذول يعملوا انتي فيروس، هذه ما حتنتهي. لكن انك تامن نفسك قدر الامكان بالتوعيه. طب هل ممكن يكون في عائق اخر ثالث ممكن اللي هو عائق قانوني؟ لو انسان يبغى يفتح مثلا متجر الكتروني يمكن ما يلاقي الاجراءات القانونيه المناسبه في بلده اللي هي تسهل له هذه العمليه. انت فتحت العائق الثالث اللي انا ما كنت بدي افتح. ايه انا بصادف نفس المشكله. انا عندي دار نشر الكترونيه. جميل. كتب الكترونيه. الان انا من ضمن العوائق القانونيه بعض المحاكم العربيه، نقول بعض المحاكم العربيه لا تعتد بال الوثائق الإلكترونية. يعني بريد إلكتروني بعض المحاكم العربية ما تعترف فيه. طيب. فاكس ما تعترف فيه. الفاكس على فكرة جزء من التجارة الإلكترونية يعتبر. العقود الإلكترونية بعض المحاكم العربية ما تعترف بها. طب أنا كيف أأمن نفسي كتاجر؟ كيف أأمن نفسي كعميل؟ الآن لازم أنا الجانب القانوني عندي في الدول العربية أو في دولتي على الأقل لازم يبدأ يعترف بهذا الجانب الإلكتروني. إذن هذا عائق كبير. نعم يعني. هذا واحدة من العوائق الأساسية تعتبر. مع ذلك أصحاب التجارة الإلكترونية ومواقع الإلكترونية بيتغاضوا عن هذا الشيء وبيستمروا، لكن لاحظ تقنيتهم وإلكترونياتهم ناقصة. يعني بيعمل الموقع بيسوي كل شيء لكن برضو بيستخدم الأوراق وبيستخدم الوثائق وبيستخدم الأرشيف والملفات، وغير كده يبقى الموقع نفسه غير كده أنه ليس ما هو رسمي. يعني احنا لما نجي لما نقنن حاجه او نعملها تصاريح ياس ليش لا، بالعكس هذه تدي مسبقيه حتى للعميل. لكن مع الاسف الشديد احنا بنديها بنتعامل معاها بمبالغات وبحرص وبتقييد اكثر، يخلي الشباب اللي هم عندهم هذه الافكار من التجاره الالكترونيه خلاص يعني يعزف على الموضوع، خلاص يبطلوا منه. روح اعمل تصريح من الجهه الفلانيه وجيب تصريح من المكان الفلاني، ولازم يكون عندك مثلا عقد تاسيس لهذا الموقع من محامي. طب هذا شاب وهذه فكره، والافكار الالكترونيه هذه افكار سريعه. صحيح. وحياه الشباب حياه سريعه. لما انا بالبيروقراطيه والروتين اعطله واكون له عائق فكرته حتموت. ما حنستفيد شيء. الناس حتتقدم. التجارة الإلكترونية عندنا يعني احنا كلنا نعرف امازون فين وصلوا، اللي هم اي باي. يعني تتكلم على مواقع كل يوم بيدخلها ملايين البشر على مستوى العالم. بس اعتقد الاجراءات الحماية هذه يا استاذ عبد العزيز يعني هي تسهل يعني الحماية اذا حصل في نوع من الخلاف بين البائع والمشتري. نعم. يعني حتكون الاجراءات القانونية السابقة هذه تحمي حتى لو كانت اجراءات يعني طويلة. ما يمنع. بس نعمل القانون اللي هو يحمي التاجر صاحب الموقع الإلكتروني والعميل اللي هو بيستفيد من هذه الخدمة الإلكترونية، بس قانون مناسب لهذه الجزئية الإلكترونية. يعني أنا ما أجي أقدر أطبق عليه اللي هو القانون التقليدي، لأنه يعني لو أفرض أنه نزل أمام في محكمة مثلا العملية حيكون فيها لبس. صحيح. طيب مين أرسل؟ طب أرسلنا والله في التاريخ الفلاني الساعة الفلانية. طب نجيب الإيميل مثلا، الإيميل ما يعتد به. صحيح. طب أنا كيف أثبت حقي؟ طب هذا كيف يثبت حقه؟ فالعملية كده تضيع. لازم نطلع قانون خاص بهذا الجانب الإلكتروني. جميل. على أساس إن إحنا نكون مواكبين، خصوصا هذه الأفكار منتظرة. يعني في أفكار الشباب، في ترى ملايين من الأفكار في البلد كثير. يعني إحنا وإحنا جالسين كده أنا دحين طلعت في بالي فكرتين حقت مواقع إلكترونية. يمكن اسويها، يمكن اعرضها حتى على الشباب يسووها. جميل. يعني هي افكار رائجه ومتوفره. نعم. حمزه، ما حصل انه في يوم من الايام حصل خلاف بينك وبين واحد مشتري او احد المشترين انه مثلا الطلبيه ما وصلت او وصلت بغير الشكل اللي هو يبغاها؟ لانه في النهايه هو ما بيشوفها، هو في النهايه بس شاف صوره على الموقع على الصفحه في الفيسبوك وطلبها، وممكن لما جاته قال ايش ده انا ما ابغى الطلبيه دي. يعني لا الحمد لله صراحه ما قدمنا ارسلنا شيء وما كان بنفس المطلوب، ولكن ممكن في ناس اعترضوا مثلا شاف الصوره قال لك لا انا توقعت حجمه اصغر، لا انا توقعت الصوره كبيره. بالفعل. طبعا انتم كمان احيانا البرجر تكبروه ويطلع في النهايه. لا ما احنا بنعمل مشكله شيء، هي صوره بنحطها بتكون يعني
مركزه على البرجر بس بصوره البرجر بالضبط. طب هو بتخيل عشان يكون... تبين ال... هو صراحه جاتني هذه ال... ال... حط جنبه علبه كده. مثلا عصير عشان تبين انه ترى ميني برجر يعني. لا احنا دائما بنشرح لهم الحجم بيكون يعني زي ما قلت لك انه بنفس حجم المعجنات العاديه. فدائما بقول لهم هذه الكلمه يعني بيستوعب اكثر. انه بقول له مثلا زي الاشياء اللي المكان الفلاني او مكان الفلاني عارف بحاول اقرب له الصوره اكثر منك. ايوه ولكن هذا حصل بشكل جدا قليل يعني ما حصل بشكل كبير. طب ما تحصل لك احيانا انتم حاطين رقم وما لكم مقر انه مثلا احد اتصل عليك طلب طلبيه وطلعت في النهايه كلها عمليه وهميه يعني رحت وصلت طلبية ما في نصب عليها أيوة. يعني يعني حركة بس كده مضايق يعني تحصل. في حصلت مرة تحصل حصلت يعني بشكل معين إنه كان إحنا دائما يعني بنثق في الزبون ما بنعطيه ما نقول مثلا لازم تدفع لنا قبل ما تجي أو ما أعرف إيش بنعطيه الثقة فممكن حصلت معنا مرة أو مرتين إنه لما نأخذ الأشياء ما أعطاكم لا للأسف. طيب حسن أنا أعتقد إنه أنت حسب ما قلت لي إنه مشروعك رسمي رسمي صحيح طلعت له سجل تجاري أيوة مؤسسة رسمية ومسجلة تجاريا مقر مكة المكرمة. طب ممكن تقول لنا بس بكل اختصار كيف الإجراءات الرسمية عشان واحد بيسوي برضو متجر على الإنترنت أو موقع يسوق فيه حاجة عشان يطلع الإجراءات الرسمية اللي أنت سويتها؟ طبعا أنا السجل تبعي تسويق إلكتروني فبكل بساطة أي فرع لوزارة التجارة تطلب الأوراق الرسمية لتسجيل مؤسسة التسويق الإلكتروني حيدوك أوراق لتسجيل السجل الأساسي وأوراق من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حسب ما الهيئة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تعبي الفورمة وخلال كم يوم ترجع تستلم يعني كل شيء يعني صراحة ما واجهنا أي عوائق في تسجيل المؤسسة التسويق الإلكتروني. ممكن بعض أنواع التجارات زي ما قال الأستاذ عبد العزيز يكون فيها مشكلة ولكن في حالتنا يعني ما واجهنا. بس انت اظن اضطريت انه لازم حسب اجراءات السجل التجاري انه يكون في مقر. ايوه اكيد لازم مقر واحنا يعني عملنا وطبيعه موقعنا لازم مقر على اساس في عقود مع الشركات المعلنه بتكون. يعني العمليه ممكن تتم انه يكون واحد رسمي على الانترنت بس يوفر مقر. صحيح ممكن يكون له مقر اساسي موجود على الواقع. جميل انت عندك تعقيب؟ بس بحب اقول انه مو ضروري انه انت تعمل تجاره الكترونيه او شغلك ما هو مالك محل معين ما توثق هذا الشيء يعني. ضروري جدا التوثيق من ناحيه اللوجو الشعار من ناحيه التوثيق كمؤسسه لحمايه نفسك. تعرف انه زي ما قال الاستاذ عبد العزيز انه السرقه سهله جدا تحصل يعني ممكن ياخذ اللوجو حقك ويحطه ويشتغل فيه عادي ما في مشكله. فضروري جدا اي شخص حاب انه يعمل تجاره الكترونيه يوثق هذا الفكره حقته باوراق رسميه زي ما عمل حسن وكمان توثيق كشعار او عشان يحمي حقوقه يعني. جميل استاذ عبد العزيز كسؤال اخير هل من الممكن تطبيقا على مشروعكم انه يكون التجاره الالكترونيه او الموقع اللي فيه له يعني منتجات سواء الكترونيه او ملموسه واقعيه هل ممكن ان هي تمثل مصدر خلاص بديل للشاب انه هو يعني يكون هذا كل عمله في الحياه بغض النظر ما يكون عنده عمل اخر يكون مثلا مشروع له على الانترنت حيكون له مصدر دخل مناسب؟ طبعا هذا الكلام تطبيقا على مشروعكم هل من الممكن يكون ذلك؟ والله شوف هو زي ما يقولوا الحاجه ام الاختراع بما انه نسب البطاله كل ما لها بتزيد في العالم العربي اي فهذا هو المتنفس الوحيد للشاب العربي سعودي أو غير سعودي في أنه هو يبدأ في مشروعه أيا كان بأقل التكاليف على الإنترنت. حيجي يعمل مؤسسة بيحط رأس مال بده يسوي إجراءات بيسوي تصاريح بيدخل في متاهات روتين وبيروقراطية وبده ياخذ قروض من بنوك عشان يبدأ مشروعه. هذه مأساة. عنده مشروع إلكتروني يفكر فيه من الآن يسويه على الإنترنت ما حيكلف ولا شيء بالعكس حيكون يمكن له مصدر دخل ويمكن يكون هذه واحدة من مصادر الدخل الدائمة له بعد كده مدى الحياة ولا يفكر حتى في وظيفة. جميل يعني عن تجربة شخصية أنا تركت الوظيفة وسويت شركة إلكترون ولله الحمد من ضمن أحد أقسام الشركة عندنا دار نشر إلكترونية الآن في ديسمبر حتطلع اسمها سيباوي وهذه تعتبر دار نشر إلكترونية الكتب العربية تشتري منها الكتب. جميل وتنزل عندك على الكتاب على الأجهزة يعني. نعم متخصصة بالكتب العربية. جميل. فأنا صراحة من برنامجكم الرائع هذا في قناتكم هذه الرائعة أقول للشباب أي واحد عنده فكرة يحولها إلى فكرة إلكترونية يعني الفكرة هذه أنالوج دائما تيجي الفكرة للإنسان أنالوج يحولها لديجيتال ويبدأها. جميل. لا يستنى. جميل. يستنى بعد يوم يومين ثلاثة حلقة واحد تاني سواء. صحيح. واسم مشروعكم ما نقدر امسكه معي كوديكال. الشركه اسمها كوديكال كوديكال فيها ثلاثه اقسام. القسم الاول اسمه سيباوي
وهذه دار نشر الكتب العربية الإلكترونية، إن شاء الله على ديسمبر حتبدأ بإذن الله. القسم الثاني اسمه تراي أب، هذا متخصص في الأبليكيشن للموبايل أبليكيشن على الآيباد على الآيفون بلاك بيري على الأجهزة المحمولة. والقسم الثالث متخصص في الهاي تك إيفنتس، الفعاليات التقنية. جميل. نسوي وننظم فعاليات تقنية فقط. حلو. فعندنا فعاليات ولا إن شاء الله كنت تكلمت مع الشباب هنا في فور شباب إنه بعد كده حيغطونا بعض الفعاليات الخاصة لأنه كلها فعاليات شبابية. جميل جميل جدا. واسم صفحتكم على الفيسبوك ميني برجر؟ إحنا ميني برجر، بس الصفحة تكون فيسبوك سلاش ميني دات بيج. حلو. لو حط بس سلاش ميني دات بيج حيوصل للصفحة. جميل جدا. حسن أنتم موقعكم لسه في طور تأسيس بس أظن في صفحة حاليا. موقع اسمه غمرة. غمرة دوت كوم. www.غمرة.com موجود. طيب جميل جدا. أشكركم جميعا صراحة، شرفتونا اليوم وأثريتونا بالمعلومات القيمة ومفيدة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، كما شاهدنا معكم يعني حوار كان دردشة عن التجارة الإلكترونية، وكان في واستعرضنا بعض العوائق اللي أعاقت انتشار هذه الثقافة أو هذه العمليات، عملية التجارة الإلكترونية في عالمنا. إن شاء الله إنه إحنا نتجاوز هذه العقبات وندخل في عالم التجارة الإلكترونية، وقد تكون في يوم من الأيام بديل عن التجارة التقليدية. خليكم معنا فقرة ميكس، ولكن بعد الفاصل. لا يختلف اثنان على أن القراءة هي المصدر الأساسي لثقافة الإنسان. مكتبة العبكان من أكثر المكتبات التي تقدم هذه الخدمات وتنشر هذه الثقافة عند الناس. خلونا نتابع مع بعض ماذا تقدم هذه المكتبة من خدمات. أستاذ رمضان السيد، مدير فرع مكتبة العبكان في مجمع الأندلس مول بجدة. حياك الله أستاذ رمضان. أهلا وسهلا بكم ومجيئكم لمكتبة العبكان فرع الأندلس مول بجدة. أهلا وسهلا بكم. حكينا عن دور النشر، يعني إيش فكرتها؟ دور النشر هنا نتابع الجديد أول بأول. مثلا مكتبة العبكان تصدر لدينا تقريبا شهريا 10 كتب، فبحيث الزبون يتابع كل جديد لدور النشر. من المكتبة العصرية، شركة الإبداع الفكري، مكتبة العبيكان، دار الفكر المعاصر سوريا، لدينا 28 دار نشر مشاركة في هذا الفرع. هذا الفرع مميز عن بقية الفروع. هذا الفرع كما قلت لك دور نشر، أما بقية الفروع في العبيكان 25 فرع الباقي ثم مقسمة تخصصات: السياسة، الاقتصاد، الإدارة، الشعر، الروايات، المحاسبة وهكذا. سيد رمضان، بالنسبة لطباعة الكتاب، إخراجه، الأوراق المستخدمة فيه، هل لها أثر في المبيعات؟ نعم، لها أثر كبير في المبيعات من خلال جودة الورق والغلاف والصور والألوان. هذه تجذب الزبون بشكل كبير، تجذب أيضا القارئ العربي بشكل كبير. لذلك الحين بعض دور النشر آثرت هذه الطبعات على غيرها من حيث الخط والجودة الورق. ممكن نأخذ نماذج بس من هذه الكتب؟ أديك مثال على الكتب اللي قلت لك. شوف مثل هذا الكتاب حبة القيادة، شوف جودة الورق بحيث ورق شامواه مصقول، والخط ليس بالكثير المتداحس بحيث يتعب الزبون بالقراءة. طيب أنا بس لو سألتك، يعني على أي أساس مثلا يقاس مثلا الكتب الأكثر مبيعا؟ حسب إقبال الزبائن على الكتاب. مثل التفسير الميسر، لا تحزن، هذه كتب مشهورة عند الزبائن، فعلي إقبال كثير من قبل الزبائن. وأيضا لدينا إحنا إحصائيات تشير أن الكتاب أكثر مبيعاً وصدر حديثاً. أستاذ رمضان، أكثر الكتب اللي يقبل عليها الشباب؟ والله أكثر كتب طبعاً إقبال الشباب عليه هي الكتب علم النفس بشكل عام. وأيضاً عندك كتب الحديثة، والشباب بشكل عام متابع للكتب الجديدة والحديثة التي تهتم بالبرمجة اللغوية العصبية مثلاً، تهتم بالقلق والاكتئاب. أسعار هذه الكتب هل تتفاوت من كتاب إلى آخر؟ طبعاً أسعار الكتب تتفاوت حسب الطبعة، حسب الخط، حسب الورق، حسب الجمالية. نعم، كل دار نشر له طبعة مميزة. سيد رمضان، هل الإنترنت أثر على قراءة الكتب؟ نعم، أثر بشكل كبير جدا، بحيث أن الشباب صار عازب عن قراءة الكتاب، والإنترنت أخذ حيز كبير من وقت الشباب. أستاذ رمضان، بعض الكتب التي تعتمد على الصور أكثر، ممكن نأخذ نموذج منها عشان نتعرف عليها؟ نعم، تفضل. في كتب كثيرة، في الكتاب افتح النافذة، في صور كثيرة جدا بحيث القارئ لا يمل من قراءة الكتاب.
وبشكل سلس كبير جدا، بحيث ان القارئ يقرا مره ومرتين الكتاب ما يمل منه. طيب في صور تساعده على القراءه ونفس الموضوع يجيب لك صوره. هذا مثال، شوف الورق مصقول، جوده الطباعه، الصور متنوعه، عشان شوف ضاعف جهدك. راسم لك واحد عنده حجره وجاي يدفع بها، يعني ضاعف جهدك. معلومه توصل بشكل افضل. نعم، بحيث اي انسان بسيط يقدر يفهم الموضوع. استاذ رمضان، المكتبات قد تكون كبيره والزبون احيانا يتوه في هذه المكتبات، اذا اراد ان يحصل على كتاب معين ما هي الخدمه تقدموها له؟ طبعا الزبون عندما يدخل الى المكتبه يسال عن موضوع معين من الكتب، مثلا عن البرمجه اللغويه العصبيه او عن القلق او عن الاكتئاب او عن الحزن، يتشرف بالدخول الى الاستعلامات، والاستعلامات تفيده بموقع الكتاب. ان المكتبه عندنا هنا متخصصه ايضا كما ذكرنا سابقا وسالفا بانها دور نشر، ونعم ودور النشر ايضا متخصصه، مثلا كتب القلق لحال، كتب الكمبيوتر لحال، فالموظف يعطيه رقم الستان، مثلا كتب البرمجه اللغويه العصبيه على رقم 10، كتب الاكتئاب على رقم 11، كتب الحزن على رقم 13، وهكذا، بحيث الزبون يلقى البساطه في المكتبه، يعني ما نصعب عليه الموضوع، بحيث اي موضوع يجي نفيده فيه، الروايات، الاقتصاد، الكمبيوتر، بحيث نقول له على رقم 10 11 وهكذا. كتب العقيدة، كتب الحديث، كتب الصدر حديثا والأكثر مبيعا، كتب السياسة، كتب الأطفال، فالمكتبة مقسمة دور نشر مع تخصصات بنفس الوقت. قالت العرب قديما وخير جليس في الزمان كتاب. في برنامج مساء الخير يا شباب، علي بن حاجب، جدة. عندنا فقرة بصمة شاب زي كل أسبوع، ودناكم إن إحنا يكون معنا لقاء مع أحد الشباب المبدعين، وإحنا معنا في هذا الأسبوع الأستاذ إبراهيم عرافي، أحد المبدعين في فن الخط وخطاط وحصل على جوائز. معنا على الخط الأستاذ إبراهيم. مساء الخير أستاذ إبراهيم. مساء النور يا مرحبا أستاذ فؤاد، حياك الله. كيف حالك أستاذ إبراهيم؟ مرحبا بالمشاهدين الكرام في برنامج مساء الخير يا شباب، يا مرحبا فيكم. احنا حنتكلم معك التفاصيل، بس خلينا اول شيء نشوف هذا التقرير اللي عملناه ونرجع معك. بين اروقة الحرم المكي الشريف خط ابراهيم اولى حروف الابداع، فكان يستقي الجمال من نظره المتكرر للكعبة، حتى اصبحت عينه لا ترى سوى الجمال، وعجزت يده عن الكتابة إلا بفن الجمال. الأيام والليالي التي قضاها خلال السنين الماضية جعلت منه الآن ثاني أفضل خطاط في المملكة العربية السعودية، وقلمه وهو يتوقان للتربع قريبا على عرش الخط السعودي، ومنها إلى العالمية بإذن الله. كيف لا ولوحات إبراهيم العرافي تزين قصور رؤساء الدول، فكل قصر لا يكتمل جماله إلا بلوحة إبراهيم، وكل فناء لا يسعد صاحبه إلا بعبارة خطها قلم إبراهيم الأنيق. لإبراهيم المئات من الطلاب الذين يقتبسون كل يوم من حسنه، فمرسمه في داره بمكة المكرمة لا يخلو من طالب يطلب تعلم الخط، أو طالب يطلب لوحة تكمل مسيرة الحسن. يهدف إبراهيم العرافي لنشر ثقافة الخط العربي الذي يجيد تشكيله على هيئة أشكال هندسية مختلفة من خلال المد والرجع والاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. أفنى الثلث من أيامه لينسخ بالرقعة المشق، ليكون المشق كتابا من خط إبراهيم.